حبايبي السلام عليكم. هبدأ النهارده ان شاء الله ميني تيست بيزد اون يونت 1 2 3 اللي هو ماشي على الثلاث وحدات اولى وثانيه وثالثه. طبعا حبايبي هنشتغل من صفحه 184 185 186 187. قايل لك الوحده الاولى اللي هو بيزد اون يونت 1، تمام؟ هيقول لك اي جوال، اصحى معايا. الوحده الاولى كلها شغاله يا حبايب قلبي على المضارع البسيط. I usually not to school by bus. أنا دايما بروح المدرسة بالباص. Get to school. ما ينفعش طبعا jump to school، ما ينفعش حقفز للمدرسة، ولا ride to school. تنفع فكرة ride، بس ما تجيش ride to school. Arrive ديت لو أنا حوصل المدرسة، ومفيش حاجة اسمها arrive to، في حاجة اسمها arrive at و arrive in، يبقى get to. Does مريم، هل مريم not to music on the bus؟ listen to music. وانا هعمل ايه بالمزيكا؟ هسمح وانا هلعبها. play ممكن تشتغل، practice تتدرب، تمام. learn تتعلم، كل ده يمكن على فكرة، بس بشرط ان في الباص. ده هي بتسمع مزيكا في الباص، هي مش هتعلم ولا كلام من ده في الباص. the not is the same thing you do every day. الحاجة اللي انت بتعملها كل يوم، ده روتين، مش event، مش حدث، مش way، مش طريقة، ومش اكشن، مش فعل. start يعني يبدا، وده نفس المعنى بتاع the same meaning. same mean يعني اللي هو نفس المعنى بتاع begin، برضو يبدا. هنا مش continue، يستمر. get طبعا يذهب او يتواجد او يحصل على او اي حاجه فيها get شغال. spend يعني يقضي. ياسر has a flat. ياسر عنده شقة. on the 10th floor. 10th floor، 10th دي يعني عاشر، الطابق العاشر. 10th floor يعني الطابق العاشر. in that big ايه؟ big block. block اللي هو العمارة. home ده منزل. apartment دي شقة متعددة الأقسام، أو متجر متعدد الأقسام، أو وحدة سكنية. تمشي على فكرة بس لوحدها كده، لها شروطها يعني، مفيش كده. بارك يعني منتزه، فطبعا بلاك زي رزوة الشربيني كده. I saw Ahmed's father on his way. والله من غير ما اقول on his way، ده حتى طريق، في طريقه. on his way، away بعيدا ياه، بث دي حاجة تانية خالص، رود يعني طريق. can you not my father for me because I lost my phone. يعني ممكن، هل تستطيع او هل من الممكن، ده طلب مؤدب. السؤال بكان يبقى طلب مؤدب. ممكن انت يا ابني يا حبيبي، او قابلت واحد في الشارع ضيعت تليفونك، فبتقول له ممكن تكلم بابا او تكتب له فور مي، من اجلي، عشاني، عشان انا ضيعت الفون. تكست يعني تكتب له، تمام. رايت يعني يكتب، بس يكتب زي ما انا بكتب كده على الكتاب. سند يرسل ايميل، او سند تيك، سوري توك، يتحدث، ما بتجيش في التليفون. تليفون التحدث بتاع التليفون اسمه كول. سامي often not TV with his cousins. ده دايما على طول، دي حاجة مضارع بسيط. watches. is older you or your brother. who is older، مين هو الأكبر؟ بصوا حبايبي، هو يعني من للعقل، هوم دي للسؤال عن المفعول، وات ما أو ماذا، وهوز يعني ملك من. ينفع هو وينفع which يعني أيهما. طبعا هو مش كاتب لك which، بس كاتب لك هو is older، مين أكبر، أنت ولا أخوك. I usually talk not my talk to my friend. talk to during the break يعني بعد البريك، بعد الفسحة. علي and I، أنا وعلي. not have don't have don't، طبعا أنا وعلي ده جمع اتنين، يبقى مينفعش أقول doesn't، لكن don't يعني لا، have لا نمتلك، don't have لا نمتلك أو ليس لدينا، got any pins ما عندناش إلا مجف. when you get up in the morning، when do you get up in the morning، إمتى بتصحى الصبح. my pen friend علي، صديقي علي اللي هو البن فريند بتاعي، اللي هو بكلمه البن فريند يعني صديق بالمراسلة. don't like، لا doesn't like،
ليه doesn't؟ اصل العالي ده بني ادم واحد بس، يعني الضمير بتاعه هي، وطالما الفاعل مفرد يبقى الفعل بنحط له ايه؟ اس. doesn't شي نقط، never is late for school. she is never is never. حبايبي ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل وبعد verb to be، قبل الفعل وبعد verb to ايه؟ be. احنا كده هنراجع الوحدة التانية حبايبي، فبنقول عمرو بيسأل علي، عمرو asks علي some questions، بيسأله بعض الأسئلة about his job، عن الوظيفة بتاعته، يعني بيقول انت تشتغل ايه، تشتغل كذا كده، فبيقول له could I ask you some questions، ممكن أسألك شوية أسئلة يا علي، مش حاجة about your job، بسبب الوظيفة بتاعتك أو الشغلانة بتاعتك. أكيد هيقول له ايه، of course احنا فاضيين مفيش حاجة، yes of course، yes of course، of course يعني طبعا. thank you في نقط هنا سؤال، فقال له I am a doctor، يبقى هيقول له what do you do، ماذا تفعل، او what is your job، ممكن يقول له what is what's your job، ممكن يقول له بتشتغل ايه، شغلتك ايه، فقال له انا دكتور، فهيقول له بتشتغل فين، ده ايه الذكاوه دي يا ولد، اكيد at the hospital، نصيب لا 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 عيل بصراحه، في مستشفى. do you like your job؟ yes I do. طب وانا طب ليه يا مس انت اخترت yes I، ليه ليه قلت yes؟ عشان هو اكيد عشان هو قال له بعد ما قال له كده هيقول له but I feel tired، يعني انا بحب شغلتي yes I do، انا افعل، لكن I feel tired، انا بحس بالارهاق، اكيد هيقول له ليه بتحس بالارهاق، هيقول له why، ليه عشان هنا قالوا because، يبقى why why، طبعا هنا feel tired، feel ده فعل، يبقى do you، why do you feel tired، ليه انت بتحس بالارهاق، ما جبتش حاجة من عندي، كله من عند الايه، feel تاخد do و I تحول ل you و feel tired اهي، مش حاجة، كله من عند البقالة. because I work for long time أو long hours، يعني بشتغل لوقت طويل. فادي isn't not a jacket today because it's hot very hot، يعني مش هيلبس جاكيت، isn't wearing. حبايبي verb to be لو جه مع الفعل لازم يتحط الفعل ing اللي هو المضارع المستمر، isn't wearing، تمام. هي نقط the math problem، it's difficult. he don't understand ولا doesn't understand، doesn't understand. the children الأطفال are singing كانوا بيغنوا in the playground، singing ده فعل، وطالما فعل يبقى بنحط له حال اللي هو اللي هو الصفة العادية بنحط لها ال واي زي loudly، singing loudly كانوا بيغنوا بصوت كافر يعني. if you speak English لو انت اتكلمت انجليزي you can not with people communicate اهي تتواصل، communicate with people، communicate with people يتواصل مع الناس، انما correct يصحح لا طبعا ملهاش علاقة باللغة، contain يستمر لا، collect يجمع ما تمشيش خالص. last week الأسبوع اللي فات I contacted أنا كلمت a computer engineer تواصلت مع مهندس كمبيوتر، to not to repair my computer عشان يصلح الكمبيوتر بتاعي، not is a boy or a girl aged 13 ولد أو بنت عمرهم بيتراوح من 13 ل 19 ده اللي هو teenagers اللي هو المراهق، مش هيبقى toddler ولا baby ولا kid. you feel happy لما تحس ان انت happy about بسبب او عن the good thing الشيء الحلو اللي انت عملته في your life في حياتك، you are grateful ممتن.
لكن wonderful رائع، hateful كاره ومطين بطين، useful مفيد ومتعاون وعسل. فاطمة is deaf. deaf يعني مش بتسمع. she can use sign language. أي حد deaf هيستخدم sign language، لغات الإشارة. this is a photo of my parents. دي صورة للبابا والماما. في هنا يا حبايبي possessive is قدامكم اهي. طبعا wedding اللي هي دي اللي فيها ايه واحدة بس، دي بتبقى بمعنى حفل زفاف. لكن weeding دي يقتلع، bleeding ينزف بعد الشر، leading اللي هو يستلقي على الأريكة أو يؤدي إلى، leading to في فعل اسمه leading to يعني يؤدي إلى. the nurse الممرضة works on a، تشتغل on a إيه؟ on a word for children. word اللي هو عنبر، word هنا بمعنى كلمة، word عنبر، word كلمة، bed سرير، hard اسحى معايا ال W مع ال A بتساوي O، انما ال W مع ال O بتساوي ايه؟ اه والله حاجة بتاعت ربنا. unit 3 شغالة على العمل التطوعي اللي هو الفولنتيرز، ويشتغل ببلاش عشان تعيش مرتاح، يعني الحاجات اللي هي فيها تحس حنية كده. we are not of being Egyptians يعني احنا proud of، هي بص proud of يعني احنا فخورين ان احنا ايه مصريين. we are proud of being Egyptian، احنا فخورين كده على البني ادمين طبعا. لكن برايد هنا بمعنى عروس، بيرد طائر، وبيور يعني نقي او سليم. which is made of gold and silver is very expensive. الجيلوري اللي هي المجوهرات اللي معمولة من الذهب او الفضة بتكون غالية جدا. كريم is a nut in the hospital. he works for no money. البني ادم اللي شغال for no money ده اللي هو الفولنتير. voluntary اللي هو العمل نفسه او التطوع نفسه، charity اللي هو المؤسسات الخيرية، و pioneer اللي هو are our body parts which are filled with، يعني اجزاء من جسمنا مليانة بالاكسجين بالهواء. when we breathe المكان الوحيد اللي في جسمك لازم يتملى هواء طول الوقت، اللونجز اللي هي الرئة، هارتس قلوب، اورجانز اعضاء بشرية، سكيلتون اللي هو الهيكل العظمي. all countries كل البلاد know the importance of for their people the importance of importance of أهمية. على فكرة دي تنفع كده مقدمة باراجراف، يعني كل البلدان او الاقطار او الدول تعني او تعرف اهمية الايه for their people، اهمية الـ education. education يعني تعليم، اسم الله عليك. البلد الدنيا كلها عارفة قيمة التعليم، لكن الـ pollution التلوث لا طبعا، smoking التدخين، infection العدوى، تمام. يبقى كل الدول عارفة أهمية التعليم. we should our school clean. we should keep our school clean. keep clean، keep clean يا شباب اللي هو بيحافظ على الحاجة دي نظيف. pay يعني يدفع، بنت يعني يقضي، و give يعني يعطي. علي didn't دي بصوا يا جماعة دي حاجة في نفي الأفعال، didn't دي حاجة في نفي الايه الأفعال، بيجي بعدها الفعل في المصدر، عاملة دي بنسموها مصفى يا حبايبي، دي بتصف الايه الحكاية كده، بتاخد الاي دي وبتاخد يبقى ايه didn't use to بالظبط، يبقى دي بتصفي الايه الافعال، didn't و doesn't و don't بيصفوا الافعال يا شباب. يلا بينا. the heart blood heart هيعمل ايه في القلب في الدم، دي قرب قلب، هيعمل ايه في الدم، هياكله يعني هيشربه؟ لا pumps القلب يضخ الدم، مش القلب عشان نحبه والقرف ده، لا عشان يضخ الدم يعني pumps blood. breathes يتنفس، infects يعدي او ينقل عدوى، cuts يقطع. لا طبعا did he not drive car did he use to did دي برضو مصفة، يعني بتحول الفعل الاصل وبتاخد بتاخد الاي دي وبتاخد كل الصفات، تاخد الاس تاخد اي زيادة وترجع الفعل الاصل. did he use to ما ينفعش use،
ما ينفعش تقول did he use، لا، لان use هنا بمعنى يستخدم وما بيجيش بعدها فعل. يعني مثلا he used a knife to cut او to chop vegetables، لانه بيستخدم ال use، بيستخدم السكينة عشان يقطع، لكن هنا used to اعتاد، اعتاد على. yesterday امبارح، سالي نقط، a new mobile phone، سالي امبارح، امبارح ماضي، امس ده معناه ان انا هحط الفعل ايه دي، ولو الفعل شاذ هحفظه زي ما هو، يعني بوت يعني اشترت، يعني خلاص خلص اشترت اسم الله موبايل جديد ربنا يخليه لها. they not watch they watch an interesting match، كانوا بيتفرجوا على ماتش interesting شيق. last week الاسبوع اللي فات، ده ماضي برضو يبقى watched، حط اي دي. I not used to go to Alexandria when I was young. I used to. برضو نفس الحكاية. use ها شباب، حط لها اي دي. used حط لها دي بس. used to اعتدت على. my uncle used، عمي او خالي used to be، مش used بس، احنا قلنا ان used بس بمعنى يستخدم او استخدم او مستخدم، لكن هنا used مش عارفين اذا كان تو ولا لا، بس هي بيقول لك اه ليه used to مش نفي. ليه بقى؟ اعتدى على ان هو to be a firefighter، هو متعود او هو شغال شغلته الاصلية firefighter، رجل مطافي. but now، لكن هو الان الله يرحمه مش موجود. but now he is a police officer. but now he is a police officer، يعني هو كان رجل مطافي فجأة رقوه بقى ضابط بوليس. طبعا ده مش في مصر. I used to watch films، انا بتفرج على الافلام on TV، على التلفزيون. but now I، انا اتعودت على كده، كنت بتفرج عليها زمان على التلفزيون، لكن انا دلوقتي ده مضارع بسيط بيقول لك now، يبقى don't use او don't do، don't ايه do، ده كده مضارع بسيط ينفع اقول مضارع تام، مضارع سوري مضارع مستمر اللي هو I am، I am، I am not doing، I ينفع ما ينفعش ليه بس يعني بعيدة شوية، دي تيجي لو المضارع بسيط. صفحة 187 زعلان ان احسبكم. bring money and help people، يبقى بيحضر الفلوس ويساعد الناس. التوريزم اللي هي السياحة بتجيب فلوس للاقتصاد القومي. تورستس السياح نفسهم. بوليوشن تلوث. فرنيتشر الأثاث المنزلي. لا طبعا هي توريزم السياحة. they didn't not to the stadium last match. زي didn't دي مضارع، دي didn't يا جماعة ده مصفى، يبقى didn't ايه جو، رجع الفعل الاصله. this bag الشنطة الحلوة دي is mine بتاعتي. it not to me belongs to تخصني، البيت دي بتاعتي تخصني، تخصني belongs to. treats تعامل. brings يحضر. works يعمل. مستر احمد حبيب قلبي speaks English بيتكلم انجليزي. يا جماعة الخير speaks ده فعل، يبقى انا عايزة صفة، لا قادر، عايزة حال ان انا بوصف طريقة الكلام بتاع المستر احمد. speaks يتحدث، يبقى will اللي هي الحال من good، good يعني جيد. لما مش لما تيجي تقول good لي، لا good لك ليه، ما good لكش، انما هي اسمها will يعني بطريقة جيدة او بطريقة حسنة. there is breakfast في breakfast. after the first lesson I eat my sandwich in it. there is breakfast break يعني استراحة للإفطار. in 2020 في 2020 there was a not emergency طوارئ and many people were in hospital. health emergency يعني يعني طوارئ صحية، طوارئ صحية. انما ويلث دي ثروة ما تجيش. طب وكلو، كلو يعني مفتاح للغز.
أو قضية. expression تعبير. what do you do to not fun, to have fun؟ بتعمل عشان تبقى مبسوط؟ بلعب شطرنج. try تحاول. cry تبكي. make يصنع. the heart and the نقط are body organs. organs يعني عضو جسم. طبعا القلب والمخ اللي هو brain. plane بمعنى طيارة. rain مطر. وcrops محاصيل. what games do you use to play at the nursery? do you use like the farmer يعني الفلاح was not he didn't like ان هو مش كان يحب ان هو spend money انه يدفع او يصرف فلوس. ليه يا عم؟ ده الفلاحين دول اجدع ناس. ان هو الراجل ده rich. rich يعني غني. الفلاح كان غني بس ما كانش بيحب يصرف فلوس. بالعكس ده هو ابو الصرف. ده ممكن يصرف 4 جنيه ونص في لحظه.